بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في كتابه التحقيق والإيضاح: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه رسالة مختصرة في الحج وبيان فضله وآدابه وما ينبغي لمن أراد السفر لأدائه، وبيان مسائل كثيرة مهمة من مسائل الحج والعمرة والزيارة على سبيل الاختصار والإيضاح. قد تحريت فيها ما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمعتها نصيحة للمسلمين وعملا بقول الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ولما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة ثلاثا، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وروى الطبراني عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لم يصبح ويمسي ناصحا لله ولرسوله ولكتابه ولإمامه ولعامة المسلمين فليس منهم. والله المسؤول أن ينفعني بها والمسلمين، وأن يجعل السعي فيها خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز لديه في جنات النعيم، إنه سميع مجيب وهو حسبنا ونعم الوكيل. بسم الله. في هذه الرسالة بين شيخنا رحمه الله في هذه الرسالة التي جمعها في بيان الحج والعمرة وآداب السفر، أولا ذكر الصلاة على النبي، قال: والصلاة والسلام على عبده ورسوله. فالرسول عليه الصلاة والسلام جمع الله له بين العبودية والرسالة، وأشرف المقامات مقامات هي مقامات العبودية، ولذلك وصف الله نبيه بالعبودية في المقامات العظيمة، في مقام العبودية، في مقام التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، في الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، بالدعوة: وأنه لما قام عبد الله. فنبينا صلى الله عليه وسلم جمع الله له بين العبودية الخاصة والرسالة، العبودية الخاصة عبودية الطاعة والاتباع، أما العبودية العامة فكل الخلق معبدون لله، مذللون، مقهورون، صائرون إلى مشيئته وقدرته سبحانه وتعالى. ثم ذكر رحمه الله أن جمع هذه الرسالة في الحج والعمرة نصحا للمسلمين وخروجا من الكتمان العلم، ولعل الله أن ينفع بها. الله تعالى أخذ الميثاق على أهل العلم ليبينه للناس ولا يكتمونه، ولقول سؤال: الدين النصيحة نصحا لله ولعباده، ورجاء أن ينفع الله بها. فرحمه الله رحمة واسعة، وجمعنا وإياكم منهم بذلك كرامته، إنه جواد كريم. نعم. قال رحمه الله: فصل في أدلة وجوب الحج والعمرة والمبادرة إلى أدائهما. إذا عرف هذا فاعلموا وفقني الله وإياكم لمعرفة الحق واتباعه، أن الله عز وجل قد أوجب على عباده حج بيته الحرام، وجعله أحد أركان الإسلام الخمسة. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وروى سعيد في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج، ليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: من قدر على الحج فتركه فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. من قدر
من قدر على الحج فتركه فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، ويجب على من لم يحج وهو يستطيع الحج أن يبادر إليه، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد. ولأن أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه، لظاهر قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، أخرجه مسلم. وقد وردت أحاديث تدل على وجوب العمرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبرائيل لما سأله عن الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان. أخرجه ابن خزيمة والدارقطني من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال الدارقطني: هذا إسناد ثابت صحيح. ومنها حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. ولا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. ويسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا، لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نعم، هذه الأدلة فيها بيان وجوب الحج والعمرة، وأنه فرض من الفرائض العظيمة، بل هو ركن من أركان الإسلام، كما في حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فجعل الحج الركن الخامس من أركان الإسلام، فهذه عمد وأركان وأسس يقوم عليه الإسلام: الشهادتان، وشهادة الله تعالى بالوحدانية، وشهادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذا أصل الدين وأساس الملة، أصل الدين وأساس الملة أن تشهد إلا تعالى بالوحدانية وتشهد لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ثم الركن الثاني إقام الصلاة، قال: إقام الصلاة، ولم يقل فعل الصلاة، إقام الصلاة. إقام الصلاة هو إقام الصلاة هو أن تأتي بها مقيما له، وأن تأتي بالشيء مقيما له مؤديا لحقوقه. وأن النصوص الكثيرة وردت في التي رتب عليها الفضل والأجر والثواب كلها معلقة بإقام الصلاة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وصلوا. فإقام الصلاة هو أن تأتي بالشيء مؤديا لحقوقه، ولهذا قال: وإقام الصلاة، الصلاة ثم الزكاة، إيتاء الزكاة، ثم صوم رمضان، ثم حج بيت الله الحرام. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فحجوا هذا أمر، والأمر الوجوب، والأصل في الأوامر الوجوب، والأصل الوجوب أن يكون على الفور، إلا ما دلت الأدلة على أنه على التراخي. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، ظاهره الوجوب. ولقوله تعالى: ولله على الناس، ولله على الناس، على تفيد الوجوب، ولله على الناس حج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله ومن كفر فإن الله غني عنه. استدل في بعض أهل العلم على كفر تارك الحج، وكفر تارك، وكما دلت الأدلة على كفر تارك الزكاة وتارك الصوم. فهذا ترك الصوم وترك الحج وترك الزكاة كسلا وتهاورا وبخلا من غير ترك، مع إقرار بوجوبها، قال بعض العلماء بكفر ما فعل ذلك. وقال الثاني أنه لا يكفر إلا إذا جحد وجوبها، أما إذا قر بأداء الزكاة فإنه وتركها بخلا وتهاونا فإنها تؤخذ منه قهرا ويؤدب ويعزر من قبل الحاكم الشرعي بالسجن والضرب، ويفسق ولا يكفر. وكذلك ترك الصيام، وكذلك ترك الحج،
أما الصلاة فإنه ورد فيها ما لم يرد في غيرها. فالصلاة إذا تركها وجوبا إذا تركها جحدا لوجوبها هذا كافر بالإجماع من غير خلاف، أما إذا تركها تهاونا وكسلا فقد دلت الأدلة أيضا على أنه يكفر ولو لم يجحد وجوبها، وهذا من خصائص الصلاة، لأن الصلاة عمود الإسلام، ولأنها ركن الثاني من ركن الإسلام، ولأن الصلة ولأن هي الصلة والعلاقة والرابطة بين المسلم وبين ربه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، رواه الإمام أحمد وأهل السنن بسبب لا بأس به، ولقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، رواه الإمام مسلم بن جابر رضي الله عنه، فجعل الصلاة حد فاصل بين السلم وبين الكفر. وقد نقل التابع الجليل عبد الله بن شقيق العقيلي إجماع الصحابة على أنهم لا يرون شيئا ترك كفر غير الصلاة، يدل على الصلاة لها شأن ولها مزية. كذا قال الإجماع ابن حزم وغيرهم من أهل العلم. أما الزكاة والصوم والحج إذا ترك كسلا وتهاونا قال بعض العلماء بكفره، والصواب أنه يفسق ولا يكفر إلا إذا تركها وجوبا. وكذلك من الأدلة على وجوب الحج والعمرة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما سأل هل على النساء جهاد، قال أهل الجهاد لا قتل بها الحج والعمرة عليهن، فعلى تفيد الوجوب. وكذلك حديث الطبراني وغيره. والعمرة هي خلاف كما ذكر الشيخ في وجوبها على أهل مكة، قال بعض العلماء إنها لا تجب على أهل مكة وإنما تجب على الداخل إلى مكة، لأن العمرة هي الزيارة ومن في مكة كيف يزور. وقال آخرون هي واجبة على أهل مكة وغيرهم. نعم. قال رحمه الله: فصل في وجوب التوبة من المعاصي والخروج من المظالم. إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه، وينبغي أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك، ويجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب، لقوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وحقيقة التوبة الإقلاع من الذنوب وتركها والندم على ما مضى منها، والعزيمة على عدم العود فيها، وإن كان عنده للناس مظالم من نفس أو مال أو عرض ردها إليهم أو تحلل منها قبل سفره، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. وينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: التوبة هي فريضة الله على عباده في كل وقت، قال أجل الله التوبة على عباده في كل وقت وفي كل زمان، يجب أن يقدم بين يجب على كل مسلم أن يتوب إلى الله بجميع الذنوب والمعاصي، ولا سيما من أراد السفر إلى حج أو غيره، ولا سيما من أراد السفر إلى هذه العبادة العظيمة، فإن عليه أن يقدم بين يدي سفره التوبة. والتوبة لها شروط، فإذا وجدت الشروط صحت التوبة. والتوبة معناها هي الرجوع والإقلاع، معناها التوبة الإقلاع عن المعاصي وتركها والتخلي عنها، الإقلاع عن المعاصي وتركها والتخلي عنها. فالشرط الأول أن تكون التوبة لله عز وجل، لأن التوبة عبادة كالصلاة والزكاة والصوم والحج، والعبادة لا بد أن تكون خالصة لله. قد يتوب الإنسان لأغراض دنيوية أو لأمور يطلبها فلا تسمى توبة، فلا بد أن تكون التوبة لله، يقصد بها وجه الله والدار الآخرة، لأن التوبة عبادة. ثانيا الإقلاع عن المعاصي أو المعصية والتخلي عنها، فلا تكون توبة وهو متلبس بالمعاصي
إذا أردت أن تتوب عن التعامل بالربا تتخلى عن التعامل بالربا، إذا أردت أن تتوب عن أكل الرشوة تتخلى عن أكل الرشوة، إذا أردت أن تتوب عن التكاسل بالصلاة والتهاون بها بالصلاة أو بصلاة الجماعة أو بالوقت تبادر تتخلى عن هذه المعصية وتبادر بأداء الصلاة في وقتها مع الجماعة. وهكذا إذا أردت أن تتوب من عقوق الوالدين تتخلى عن العقوق وتبادر إلى البر بالوالدين. لا بد من التخلي عن المعصية. أما من يزعم أنه يتوب وهو متلبس بالمعصية أو المعاصي هذا ستوبة. ثالثا الندم على ما مضى، التأسف والتحسر. أما إذا كان الإنسان لا يندم على المعاصي ليس التوبة، إذا كان إذا لم يندم كان محبا للمعصية وكان مقيما عليها، فلا بد من الندم والتأسف أو الحزن على ما مضى من المعاصي. والشرط الرابع أن يعزم عزما جازما على أن لا يعود إلى هذا المعصية مرة أخرى، يعزم عزما جازما، لا تكون التوبة مؤقتة كما يفعل بعض الناس يتوب في رمضان وهو ينوي إذا خرج رمضان أن يعود إلى المعاصي أو المعصية، هذا ليس التوبة. لا بد أن تعزم عزما جازما على أن لا تعود إلى المعصية في المستقبل. ثم إذا بلي الإنسان بالمعصية مرة أخرى تكون التوبة الماضية ماحية للذنب السابق والذنب الجديد يحتاج إلى توبة. لا بد أن تكون أن يعزم عزما جازما على أن لا يعود إلى المعصية مرة أخرى. والشرط الخامس إذا كانت بينك وبين الناس أن تؤدي المظلمة إلى أهلها، إن كانت تتعلق بالبدن فتسلم نفسك إلى من اعتديت عليه فيقتص منك أو تصطلح معه على مال أو يسمح عنك مجانا، إما أن يقتص وإما أن يعفو إلى مال يستصلح معه على مال، وإما أن يعفو بدون مقابل. وإن كانت مالا ترد المال عليه، مال سرقه الإنسان أو غصبه أو غشه أو خدعه أو غير ذلك لا بد أن يرد المال إلى صاحبه. ولا يلزم أن يؤدي هذا المال إليه ويقول أنا هذا فلان أخذته أو سرقته أو غصبته، بل يؤدي المال إليه أو يضعه في حسابه إذا كان له حساب، أو يعطيه شخص يوصله ويقول هذا استحقاق أقول لك من شخص، أو يقول هذا استحقاق، المهم يصل المال إلى صاحبه. فإذا وصله إلى صاحبه فتعتبر توبة. وإذا كانت تتعلق بالعرض فلا بد أن يستحل لهم منها، أو إذا كانت ترتب على الاستحلال يعني شر أو أشد أو يعني مفسدة أكبر فإنه يدعو له بظهر الغيب ويذكر محاسنه وصفاته في الأماكن التي ارتبه بها، لا يكذب ولكن يخبر الواقع، يخبر الواقع بصفاته ويثني عليه بصفاته التي هو متصف بها في الأماكن التي ارتبه فيها. ولا بد الشرط السادس أن تكون التوبة قبل الموت، قبل بلوغ الروح للحقوق. في الحديث إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني لم تصل الروح إلى الغرغرة. قال تعالى إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قال بعض السلف كل من عصى الله فهو جاهل، وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فلا بد أن تكون التوبة قبل الموت. أما إذا سيقت الروح إلى الحقوم فإنه في هذه الحالة يكشف له عن المستقبل ويعاين الملائكة ويكون الغيب شهادة ولا توبة حينئذ. الشرط السابع أن تكون قبل طلوع الشمس المغربية في آخر الزمان، فإذا طلعت الشمس المغربية في آخر الزمان أغلق باب التوبة. وبالحديث لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وقد قال الله تعالى
في كتابه العظيم: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. جاء في تفسير الآية في أو بعض آيات ربك أنها طلوع الشمس من مغربها. الشرط الثامن أن تكون قبل نزول العذاب، فإذا انعقدت أسباب العذاب فلا توبة حينئذ. قال الله تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. قالوا فلم يأتي فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. فرعون الذي ادعى الربوبية وقال إن أرسلنا ربكم الأعلى أخبر الله على أنه تاب وأنه آمن في وقت لا ينفعه ذلك. قال الله تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت. فرعون الذي يقول الناس إن ربكم يقول آمنت حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت وأنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. انظر، هذا فرعون يقول لك أنا ربكم الأعلى، وكان جاحدا جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا لما أدركوا الغرق قال آمنت وقال أنا من المسلمين، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل لكن في وقت لا يفعل. قال الله: لا الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ما ينفع في هذا الوقت، انتهى الأمر. وقد استثنى الله تعالى أمة واحدة من ذلك وهم قوم يونس، انعقد أسباب العذاب وتابوا فقبل الله توبتهم. قال الله تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فإذا وجدت هذه الشروط فهي توبة صحيحة مقبولة يمحو الله بها الذنب أو الذنوب التي تاب منها الإنسان. ثم إذا بلي بالذنب أو بذنب آخر يحتاج الذنب الجديد إلى توبة، وتكون التوبة محت الذنوب السابقة أو الذنب السابق. نعم، هنا في آخر الوقت نكون عادة نجيب على الأسئلة، اللي عنده سؤال يسجل سؤال، بقي على الأذان ثلث ساعة وكذا كل الأسئلة. نعم. قال رحمه الله: ينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال الحلال، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. هذه قبلها إيش؟ قبل بعد التوبة. قال: وإن كان عنده للناس مظلمة أو مظالم من نفس أو مال أو عرض ردها إليهم. نعم، يتحلل لهم منها لأن لا يكون مفلسا. المفلس كما قال هو الذي يأتي يوم القيامة بالصلاة والصيام، قال: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من يأتي بصلاة وصيام وفي الأرض وزكاة وحج ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وصف كذب هذا وأكل مال هذا فيقطع هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاته فطرح سيئته فطرح في النار. نعم، لكن إذا ردها في الدنيا وأعطاهم حقوقهم سلم، سلمت له أعماله. نعم. قال: أو تحلل منها قبل سفره، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، وإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. وينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وروى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك،
زادك حلال، وراحلتك حلال، وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك، ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور. نعم، يعني ينبغي الإنسان أن ينتخب ويختار لنفقة الحج نفقة طيبة خالصة من الحرام والشبهة حتى يقبل الله عمله، لهذه النصوص إن الله تعالى طيب لا يقول إلا طيبا، والمال الخبيث لا يقبله الله. ولما قال سعد بن وقاص رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب بالدعوة، قال: يا سعد أطب مطعمك تكون مستجاب بالدعوة. يختار لنفقته مالا حلالا خالصا من الحرام والشبهة ليكون عمله مقبولا ودعاءه مستجابا. في الحديث الذي رواه الإمام مسلم يقول النبي: إن الله طيب لا يقبل الطيبة. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغضب يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه الإمام مسلم في صحيحه. يعني هذا الرجل وجدت أسباب متعددة لقبول الدعاء، وهو أنه رجل مسافر، والمسافر من الثلاثة اللي لا ترد دعوتهم، وأيضا مسافر يطيل السفر وأشعث أغبر بعيد عن الترفه والتنعم، يمد يديه إلى السماء، رفع اليدين من أسباب قبول الدعاء. الحديث إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه صفر أن يرد، إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، فرفع اليدين من أسباب قبول الدعاء. كذلك أيضا توسل الله بربوبيته: يا رب يا رب يا رب، هذه أسباب متعددة لقبول الدعاء، من أنه مسافر وأنه ولا سيما إذا طال السفر، ومنها أنه أشعث أغبر على الترفه والتنعم، ومنها أنه يرفع يديه، ومنها أنه يتوسل الله بربوبيته. لكن عارضها مانع قوي وهو التلبس بالحرام أكلا وشربا ولباسا وتغذية، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب لك؟ بعيد عنا استفهام الاستبعاد، يعني بعيد أن يستجاب من هذه الحالة. فإذا من أسباب المانع من قبول الدعاء، من الموانع من قبول الدعاء، التلبس بالحرام، كثرة المعاصي والتلبس بالحرام، هذه من الموانع من قبول الدعاء. فينبغي الإنسان أن يطيب مطعمه. قد كان السلف رضي الله عليهم يتورعون من أكل الحرام، من ذلك أن الصديق رضي الله عنه كان له غلام يأتيه بالخراج، فأتى بطعامه له بالطعام يوما، فأكل أبو بكر الصديق أخذ لقمة وأكلها قبل أن يسأل، ثم سأله قال: من لك هذا؟ قال: هذا من رجل تكهنت له في الجاهلية وما أحسن الكهانة، فأعطاني هذا. فأدخل أبو بكر أصابعه في حلقه حتى أخرجها، وقال: كدت والله أن تهلكني. وكذلك عمر رضي الله عنه لما أسقي باللبن قيل: هذا من الصدقة، تقيا. هذا تورع السلف رضي الله عنهم في البعد عن الحرام. فينبغي للمسلم أن يتورع عن الحرام والتشابهات وما فيه شبهة حتى يكون عمله صالحا ودعاء مبرورة ودعاءه مستجابة. نعم. قال: وينبغي للحاج الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. صلى الله عليه وسلم، يعني بعض الناس لا يبالي بالمسألة يسأل، هذا وعيد شديد، وهذا من سأل الناس كثرا فإنما يسأل جمرا،
لا يزال الرجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. في ظن إن المسألة خدوش أو كدوح تكون في وجهه يوم القيامة أو كما جاء عند الرسول يسأل من غير حاجة. فالسؤال كله لضرورة لحاجة. الحديث لا تخلو المسألة إلى لرجل أصابته جائحة أو رجل أصابته فاقة أو تحمل حمالة. لا تخلو الرجل إلا لأحد ثلاثة: رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فيسأل حتى يحصل على سداد من عيش وقوم من عيش، ورجل تحمل حمالة، رجل أصابته فاقة فقر شديد حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من ذوي العقول من قومه لقد أصابت فلانا فاقة، ورجل تحمل حمالة فهو يسأل حتى يؤديها، يعني يصلح بين الناس ويتحمل في ذمته ديون الإصلاح بين الناس، يعني يصلح بين المتنازعين، بين الرجل وابنه أو بين الرجل وزوجته أو بين الأخ وأخيه أو بين القبيلتين أو ما أشبه ذلك، أو بين شخصين، وتحمل مال حتى يصلح بينهما. فهذا يعطى هذه الحمالة التي تحملها، يعطى مقدارها يسهل. وما عدا ذلك قال لقبيصة فهو سحت يأكلها صاحب سحت. لما جاء قبيصة يسأل قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لواحد من هؤلاء الثلاثة، وما عداه فهو كدوش أو خدوش تكون يخدش بها الإنسان وجهه يوم القيامة، وكما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ويجب على الحاج أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الآخرة والتقرب إلى الله بما يرضيه من الأقوال والأعمال في تلك المواضع الشريفة، ويحذر كل الحذر من أن يقصد بحجه الدنيا وحطامها أو الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك، فإن ذلك من أقبح المقاصد وسبب لحبوط العمل وعدم قبوله، كما قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نعم، هذا ركن الإخلاص، شرط الإخلاص. الإخلاص أن يكون العمل لله، أن يكون يحرص على أن يكون عمله لله عز وجل، وهذا يعني الشرطان أو أصلان لصحة العمل، وهما الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الأول الإخلاص، أن يكون عمله خالصا لله فرد به وجه الله الدار الآخرة. يقصد بحجه صلاته وصيامه وصدقته وإحسانه وبر الوالدين وجه الله والدار الآخرة. لا يقصد الرياء والسمعة، لا قصد الرياء والسمعة ليس له إلا مدح الناس وثناءهم، هذا يحبط العمل. أو يقصد الدنيا، يقصد من أجل المال، هذا من أقبح المقاصد. بل يقصد وجه الله والدار الآخرة حتى يكون عمله صالحا. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. هذه شرطة، فليعمل عملا صالحا، العمل الصالح ما كان موافقا للشر، والعمل الذي ليس في شرك هو الخالص لله عز وجل. قال: وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عامل عملا أشرك به معي غيري تركته وشركه. في قصة الثلاثة الذين هم أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة: رجل عالم أو قارئ، والثاني رجل مجاهد قتل في سبيل الله، والثالث رجل متصدق أنفق أمواله في سبيل الخيرات. هذا الحديث رواه أبو هريرة، رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: فأما العالم أو القارئ فيتابع، فيوقف بين يدي الله عز وجل فيقول له: ماذا عملت؟ فيقول: يا ربي تعلمت فيك العلم وقرأت فيك القرآن ابتغاء وجهك. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، إنما تعلمت العلم وقال عالم وقرأت القرآن وقال قال فقد قيل وليس لك إلا ذلك. فيأمر الله فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. ويؤتى بالرجل الذي قتل في المعركة ويوقف بين يدي الله فيقول له: ماذا عملت؟ فيقول: ربي قاتلت فيك حتى قتلت في سبيك. فيقول الله: كذبت. وتقول: ماذا كذبت؟ وإنما فعلت ذلك لو قال فلان شجاع ولو قال فلان جريء فقد قيل وليس لك إلا ذلك. ثم أمر الله فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. ويؤتى بالرجل الذي أنفق أمواله في سبل الخيرات وفي المشاريع الخيرية
فيوقف بين يدي الله فيقول له ماذا عملت؟ فيقول ربي يا ربي ما تركت من سبيل تحب أن أنفق فيها إلا أنفقت فيها ابتغاء وجهك. فيقول الله له كذبت. فتقول الملائكة كذبت وإنما فعلت ذلك ليقال فلان كريم ويقال فلان جواد فقد قيل وليس لك إلا ذلك. ثم أمر الله به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. قال أبو هريرة رضي الله عنه هؤلاء الثلاثة أول خلق الله تسعر وهم نار يوم القيامة. ما الذي جعل أعمالهم وبال عليهم قلبت؟ الرياء. الأول العالم وقال لو كان عمله لله لكان من الصديقين، والثاني لو كان عمله خالصا لكان من الشهداء، والثالث لو كان عمله لله أن ينفق أمواله لكان من الصالحين. لكن الأعمال النية قلبت هذه الأعمال، النية السيئة والعياذ بالله. كذلك إذا قصد المال، إذا قصد المال كذلك قصد الدنيا. والشرط الثاني والركن الثاني أن يكون المال موافقا للشريعة، موافقا للشريعة وصواب على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث والله تعالى يقول ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. والإحسان هو أن يكون العمل موافقا للشرع، وإسلام الوجه هو أن يكون العمل خالصا لله. قال بلى من يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فلا وجر عند ربه، بلى من يسلم وجهه أن أخلص عمله لله وهو محسن موافقة الشرع. الإحسان هو أن يكون العمل موافقا للشرع. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الأعمال بالنيات، وإذا تخلف هذا الركن أو هذا الشر حل محله الشرك، حرف الإخلاص. والركن الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ودل عليه من السنة ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه. وهذا وإذا تخلف هذا الشرط حل محله البدع. مقتضى الشرط الأول أو الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله، ومقتضى الثاني شهادة أن محمد رسول الله. فهاتان الشهادتان هما أصل الدين وأساس الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فلا بد من تحقيق الشهادتين. لعل التفسير يؤجل، أقول التفسير يؤجل حتى نمشي في التحقيق والإيضاح الوصف الآن. نعم كمل في أسئلة هنا تفسيرة كمل نكمل حتى يبقى شوف الوقت الآن باقي ولا باقي كمل باقي فلسة كم باقي على ذا عندك نصف ساعة ها؟ نصف ساعة باقي. طيب شوف الموقف لا يقرأ شوي عشان شوف الموقف نكمل شيء التحقيق. طيب قال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. نعم هذا من كان يريد العاجلة الدنيا، هذا الرياء مرأي. نعم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. من كان يريد العاجلة الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء ولمن نريد، ليس كل أحد كل مطلب الدنيا العطاء، لا قال لمن نريد. فهذه الآية مقيدة لآية هود، آية هود قالت من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. من كان يريد الحياة يعطاها، من كان يريد الدنيا، هذا في آية هود. لكن قيدت هذه الآية قال الله لمن نريد، ليس كل أحد ليس كل ما طلبناه قد يعطاها وقد لا يعطاها. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وفي آية أيضا الشورى من كان يريد الحرث الآخرة نزده في حرثه ومن كان يريد الحرث الدنيا نؤتي منها وما له في الآخرة النصيب. أيضا هذه المطلقة قيدتها آية الإسراء لمن نريد. فهذه الآية فيها أن من أراد الدنيا قد يعطاها وقد لا يعطاها. وأما الآخرة قال الله ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ثلاث شروط، أراد الآخرة وسعى لها سعيها هذا العمل الصالح وهو مؤمن، لابد أن يكون مؤمن. قد يخلص العمل لله لكن وهو غير مؤمن فلا ينفعه، مثل بعض النصارى، بعض اليهود، بعض النصارى زحال ما حل بيده من المال أنفقه. ولهم اليهود والنصارى عندهم الآن أعمال خيرية وأوقاف لكنهم ليس عندهم إيمان ما تنفعهم. كم الآن يوجد الآن في حتى اليهود الآن يقول عندهم المؤسسات الخيرية مئات
مئات بالالاف اكثر من اللي عندنا، لكن على غير هدى، ما عندهم ايمان. وكذلك في بريطانيا وفي امريكا، فيها كلهم مؤسسات خيريه، سموا مؤسسات خيريه واوقاف، لكنها ما تقبل منه ولا تصح، يعني ما عندهم ايمان. ما تصح الاعمال الا بالايمان، الايمان هو اصل الدين واساس الدين. لا بد ان يكون مؤمنا بالله ورسوله، يشهد ان لا اله الا الله ويشهد ان محمد رسول الله، يعني يقر بالوحدانية، يقر يعترف بالله ربا وملكا وإلها ومعبودا بالحق، ويثبت الأسماء والصفات لله، ويشهد وكذلك يشهد لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ويصدق بالرسل ومن الملائكة والكتب المنزلة واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ولا فلا قدر من عقد الإسلام. فإذا صح إيمانه صحت العمل، وإذا لم صح الإيمان ما تنفع الأعمال، ما تنفع. وإذا فعل الكافر، إذا فعل إذا فعل طاعة أو فعل يعني الكافر إذا فعل حسنة من الحسنات يعطى يجازى بها في الدنيا صحة في بدنه ووفرة في ماله وأولاده، ثم يفضي الآخرة ولا حسنة يعجل في الدنيا، يعني ما عمل من الحسنات في الدنيا يعطاها في الدنيا، ثم يفضي الآخرة ولا حسنة. ما تنفع الأعمال عند الله يوم القيامة إلا بالعمل الصالح، العمل من الإيمان والعمل الصالح. من آمن بالله وعمل صالحا صحت الأعمال. ولذا قال الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان صالحين. أراد الآخرة وسعى لها سعيها، عمل الآخرة من الإيمان والعمل الآخرة، أعمال الآخرة من الأعمال الصالحة، وهو مؤمن شر، فأولئك كان سعيهم مشكورا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهذا رواه الإمام مسلم في صحيحه، وهو حديث قدسي، والحديث القدسي من كلام الله لفظا ومعنى، وتكلم به لفظا ومعنى مثل القرآن، لكن القرآن كلام الله يتفاوت، والحديث القدسي يختلف عن القرآن، وإن كان كله كلام الله، كلام الله يتفاضل. قل هو الله تعالى بنزل القرآن، وآية الكرسي أعظم آية في القرآن، والفاتحة أعظم سورة في القرآن. فالحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته، والقرآن يتعبد بتلاوته. الحديث القدسي ليس معجزا، والقرآن معجز بألفاظه. الحديث القرآن لا يمسه إلا المتوضأ، والحديث القدسي يمسه غير المتوضأ، وهكذا. فله أحكام تختلف، وإن كان كله كلام الله، هذا هو الصواب. والأشاعرة يقولون: الكلام معنى قائم بالنفس، واللفظ ليس من كلام الله، هذا معنى باطل، هذا كلام باطل. فالكلام اسم اللفظ والمعنى، والقرآن كلام الله لفظه ومعناه، حروفه وآيات، حروفه ومعاني، كلها كلام الله، خلاف الأشاعرة الذين يقولون اللفظ مخلوق، اللفظ ليس من كلام الله والمعنى هو كلام الله. والمعتزلة يقول: اللفظ والمعنى، الكلام اسم اللفظ والمعنى، لكن كلاهما مخلوق، يقول مخلوق، القرآن مخلوق لفظه ومعنى. والأشاعرة يقولون: معنى القرآن معنى وافق الإسلام في المعنى، واللفظ يوافق المعتزلة. وموافق المعتزلة في اللفظ أنه غير مخلوق، أنه مخلوق، ووافق السنة في قول المعنى غير مخلوق. والصواب أن القرآن كلام الله لفظه ومعناه، حروفه ومعانيه كلها كلام الله. القرآن منزل غير مخلوق، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نعم. وينبغي له أيضا أن يصحب في سفره الأخيار من أهل الطاعة، من أهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين، ويحذر من صحبة السفهاء والفساق. نعم، يعني صاحب الأخيار حتى يعينونه ويساعدونه في سفره على البر وعلى التقوى. وإذا تيسر أحد معهم من أهل العلم فهذا هو المطلوب. نعم، حتى يتفقه ويتبصر في دينه ويعبد ربه على بصيرة. نعم. وينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته، ويتفقه في ذلك، ويسأل عما أشكل عليه ليكون على بصيرة، فإذا ركب دابته أو سيارته أو طائرته أو غيرها من المركوبات استحب له أن يسمي الله سبحانه وبحمده، ثم يكبر ثلاثا ويقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين،
وإنا إلى ربنا لمنقلبون. معنى مقرنين، مقرنين مطيقين. نعم نعم. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. لصحة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار ودعاء الله سبحانه والتضرع إليه وتلاوة القرآن وتدبر معانيه، ويحافظ على الصلوات في الجماعة، ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال والخوض فيما لا يعنيه والإفراط في المزاح، ويصون لسانه أيضا من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه المسلمين. وينبغي له بذل البر في أصحابه وكف أذاه عنهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة. نعم، كل هذا من الأعمال التي ينبغي للمسلم أن يعتني بها، كثرة في السفر من الاستغفار والتوبة والندم ومصاحبة الأخيار، إعانتهم وبذل المعروف فيهم ونصيحتهم ومعروف عن المنكر، كل هذا مطلوب في كل وقت ولا سيما في السفر. نعم. فصل فيما يفعله الحاج عند وصوله إلى الميقات. نقف على هذا إذا غدا إن شاء الله نكمل تفسير، نأجل حتى نمشي، لأن يعني الوقت وقت الحج يعني حاجة إلى معرفة الأحكام والآداب في الحج. نعم. نأجل التفسير. تفسير الآن شيء؟ إيه لا نؤجله، تقول نؤجله. نؤجل التفسير ونمشي في تحقيق الوضع غدا إن شاء الله حتى يكون نستطيع أن نتكلم عن الأحكام. نعم. هذه أسئلة فضيلة الشيخ. يسأل السائل يقول: هل قال أحد من أهل العلم بأن الاطباع في طواف الحج فقط؟ ها؟ قال إيش؟ هل قال أحد من أهل العلم بأن الاطباع في طواف الحج فقط؟ الاطباع هو كشف الكتف الأيمن، هو أن يجعل وسط رداءه تحت إبط عاتق الأيمن وطرفه على عاتق الأيسر، هذا يسمى إيش؟ الطباع، كشف الكتف الأيمن. وهذا مشروع لمن يقدم محرما بحج أو بعمرة، كل من قدم محرما بحج أو بعمرة يستحب في حقه الاطباع في الطواف الأول، أول طواف يقدم بمكة. وهو سنة ثانية أيضا وهي الرمل في الأشواط الثلاث الأولى، وهي إسراع في المشي مع مقاربة الخطى، رمل والطباع سنتان. فالرمل هو الهرولة، إسراع في المشي مع مقاربة الخطى، والطباع كشف الكتف الأيمن. هذا متى؟ أول طواف يقدم به مكة محرما بحج أو بعمرة، وما عداه فلا يشرع. وهما سنتان، لو ترك الاطباع صح طوافه، لو ترك أيضا كذلك الرمل صح، لكن سنتان مستحبتان. وأما طواف التطوع ما فيه اطباع ولا رمل، طواف الحج ما فيه اطباع، طواف الوداع ما فيه اطباع، ما فيه إلا في الطواف الأول. بعض الحجاج تجده يكشف الكتف طول يعني في هذه المدة الطويلة كلها في وقت الحج، تجده في طواف الحج مكشوف الكتف، في عرفة مكشوف الكتف، في منى مكشوف الكتف، ما نضيع السنة. ما يشرع إلا إيش؟ في سبعة أشواط. فإذا انتهى من سبعة أشواط تسوي رداءك قبل أن تصلي الركعتين خلف المقام، تسوي الرداء متى؟ بعد أن تنتهي سبعة الأطواف، قبل أن تصلي ركعتي الطواف. وكذلك والمشي والهرولة خاصة بالأشواط الثلاث الأولى، يسمى الرمل، يسرع في المشي مع مقاربة الخطى. واضح هذا؟ وتكون هاتان السنتان خاصة بالمحرم الذي يقدم مكة بحج أو بعمرة في الطواف الأول فقط، دون بقية الأطواف ولا السعي. ما في رمل، فيها السعي فيها بين العالمين الهرولة، لكن ما في الطباع. نعم. يقول السائل: ما الحكمة من كون عمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة؟ الله أعلم. الله تعالى يعني عمر كلها في ذي القعدة، في عمرة الجعرانة وعمرة الحديبية
ولذلك العلامة ابن القيم رحمه الله توقف في هذا وقال هل العمرة في رمضان أفضل أو في ذي القعدة؟ والله تعالى لا يختار نبيه إلا الأفضل، فهو متوقف في هذا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة، لكن المعروف تعالى العلم أن القول مقدم على الفعل. قال عمرة في رمضان تعدل الحجة وقال حجة، وأما الفعل فهو وقع في حق النبي العمر كلها في ذي القعدة. والسنة أو تثبت النبي صلى الله عليه وسلم في متى بالقول وبالفعل وبالتقرير. والأقرب والله أن العمرة في رمضان أفضل، أما كون لم يعتمد في رمضان فلم يتسر له عليه الصلاة والسلام. وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يترك العمل لئلا يشق على أمته. نعم. يقول السائل: ما واجب المسلم تجاه من يتمسحون بقماش الكعبة؟ النصيحة، يقول أدي نصيحة تبين لهم باللين ورفق بأن هذا غير مشروع وأنه من البدع. الكعبة ما يمسح منها إلا الركن اليماني وحجر الأسود، فالركن اليماني تمسحه وتكبر، فإن لم تمسح فلا تكبر على الصحيح ولا تشير إليه، وإنما إذا مسحته فأنت تكبر. وأما الحجر الأسود فإنه يشرع مسحه باليد اليمنى وتقبيله بالفم والتكبير إن تيسر، فإن لم يتيسر تمسحه بيدك اليمنى وتقبلها، فإن لم يتيسر فإنك تمسحه بعصا، فإن لم يتيسر تشير إليه وتكبر. هذه السنن. السنة الأولى استلام يعني المسح، استلام وتقبيل مع التكبير. الثانية استلام باليد وتقبيل اليد. الثالثة استلامه بعصا. الرابعة الإشارة أن تشير إليه بيدك وتكبر وأنت ماشي وتدعوها على يسارك. وما عدا الركن اليماني والحجر الأسود لا يشرع مصر الركن الشامي ولا الركن العراقي ولا التمسح بجدران الكعبة ولا بكسوتها ولا بغيرها، كل هذا من البدع الذي لا أصل له. نعم، ما يمسح إلا الركن اليماني والحجر الأسود فقط. كذلك ما يفعله بعض الناس من كونه يقبل الحجر في غير الطواف، فإذا سلم الإمام للفئات يركضون ويقبلوا الحجر، ما هو مشروع تقبيله إلا في الطواف، إلا إذا المعتمر إذا أنهى العمرة الطواف وصلى ركعتين إن تيسر أن يمسح الحجر مسحه قبل الذهاب إلى الصفا، وإلا لم تيسر فلا. وما عدا ذلك فلا يشرع، ما في بعض الناس يركضون ويمسحون في غير الطواف، هذا ما هو مشروع. نعم. يقول السائل: بعد أدائي لشوطين في الطواف تذكرت أني لست على طهارة. نعم. فماذا أعمل جزاكم الله خيرا؟ عليك أن تذهب وتتوضأ وتعيد الطواف من جديد، بطل طواف كل الشيطين. في الحديث عن ابن عباس الطواف ليس صلاة إلا أنكم تكلمون فيه، فما تكلم ولا تكلم إلا بخير. والحديث وإن كان فيه مقال، لكن جمهور العلماء على يعني أكثر العلماء على اشتراط الطهارة للطواف، أكثر العلم على هذا أنه يشترط الوضوء والطهارة للطواف. أما السعي فلا يشترط بل تستحب، يستحب السعي على طهارة، وكذا رمي الجمار يستحب أن يكون على طهارة. وما عدا ذلك يعني ما عدا الطواف تستحب له الطهارة، مشاعر يعني في الحج، مناسك الحج كلها، طواف بالوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار والحلق والتقصير لا تشترط له الطواف، تستحب إلا الطواف. ففيه خلاف أكثر أهل العلم على أن الطهارة شرط لصحة الطواف. نعم. رجل من الجنوب يريد العمرة وذهب إلى جدة وجلس فيها 3 أيام. نعم. ولم يحرم من جدة، وذهب إلى مكة وأحرم من التنعيم مسجد عائشة، ماذا عليه؟ هذا ترك واجب من واجبات العمرة وهو الإحرام من الميقات. الواجب على الإحرام من الميقات، جاء من الجنوب من طريق الطائف يحرم من السيل، من السيل الكبير، هذا الواجب عليه. فلو أحرم من جدة أو أحرم من مكة ترك واجبا عليه
دم عند أهل المشاة يذبحها في مكة يوزعها جبرا لهذا الواجب الذي تركه. الشاة يذبحها ويوزعها جبرا لهذا الواجب، هذا هو الذي أراه جمهور العلماء. نعم. يقول ما حكم من حج لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت قال هن لهن ولمن أتى عليهم غيرهن ممن أراد الحج والعمرة. نعم. ما حكم من حج وعليه دين؟ عليه أن يقضي الدين إذا كان حالا، عليه أن يقضي الدين، وإذا حج وله وفاء فلا بأس، إذا كان يستطيع الوفاء أو يعني استأذن من أصحاب الديون وأذنوا له فلا بأس، وهو كان مستطيع دين غير حاله وهو مستطيع أن يسدده فلا بأس يحج ويسدد الدين. نعم. يقول إذا استدان الرجل، أما إذا كان الدين حالا ولا يستطيع الحج فإن يقع الدين مقدم، قضاء الدين مقدم، قضاء الدين مقدم، إلا إذا كان الدين غير حال وهو يستطيع أو عنده ما يسدد الدين فلا بأس. نعم. يقول إذا استدان الرجل مبلغ لرسوم تصريح الحج، نعم، ثم سدده قبل الشروع في السفر إلى الحج، نعم، ماذا عليه؟ ليس عليه، حجه صحيح، حجه صحيح. نعم. هذا سائل يقول في الحديث القدسي بأن معناه من الله ولفظه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا التعريف صحيح؟ الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن الله حديث أبي ذر عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي، هذا كلام الله، هل الرسول يقول يا عبادي؟ يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، لفظه ومعناه من الله مثل القرآن، هذا هو الصواب. الأشاعرة يقولون معناه من الله، والمعنى من الله، واللفظ لأن الكلام عندهم اسم للمعنى واللفظ ليس من الكلام، فيجعلونه اللفظ ليس من الله وإنما المعنى من الله، يقول هذا عبارة، يسمون القرآن عبارة، عبر بها جبريل وعبر بها محمد، حتى القرآن يقول القرآن كلام الله، وكلام الله معنى قائم في نفسه، وهذا اللفظ قالوا هذا اللفظ اضطر الله جبريل ففهم المعنى قائم بنفسه فعبر بهذا القرآن، هذا كان المشاعر. وبعضهم قال إن جبريل أخذ من اللوح المحفوظ، جعل الرب والعياذ بالله لا يتكلم، ما يستطيع الكلام، نعوذ بالله، لأن الكلام معنى قائم بنفسه، قالوا لو تكلم لكان الكلام حالا في ذاته، والله ليس محل الحوادث بزعمهم، هذه شبهتهم، فقالوا إن الله لا يتكلم باللفظ ولا بالحروف الحادثة، والله لا يحدث في ذات شيء، نسأل الله السلامة والعافية. وعلى السنة يقول الكلام لفظه ومعناه، لكن الله كلام الله لا يشبه كلام المخلوقين، هذا المحدث كلام المخلوق، وكلام الله صفة من صفاته، فالصواب أن الكلام القرآن وكلام والكلام اللفظ والمعنى، وكلام الله لفظه ومعناه حروفه ومعانيه، وكلام الله لا يشبه كلام المخلوقين وليس من كلام المخلوقين، كلام المخلوقين محدث وكلام الله صفة من صفاته لفظه ومعناه. نعم. هذا باطل قوله، فالحديث القدسي من كلام الله لفظه ومعناه، النبي رواه عن ربه قال الله تعالى أنا أغنى الشرك عن الشرك، هذا القدسي. والحديث القدسي حديث أبي ذر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي، أنه قال عن ربه عز وجل أنه قال، أضاف الكلام إلى الله، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا، فهو كلام الله، فالكلام كلام الله، القرآن كلام الله لفظه ومعناه حروفه ومعانيه. نعم. ولكن كلام الله لا يشبه كلام المخلوق وليس مثل المخلوق، كلام الله كلام المخلوق، نعم، حادث مخلوق، وكلام الله صفة من صفاته لفظه ومعناه. نعم. يقول السائل فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، فقال القرآن أفضل الكلام كلام الله، أفضل الكلام كلام الله، ثم يليه من كلام الناس أفضل الكلام بعد كلام الله قول كلمة التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا نبي من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم. يقول السائل بعد ميقات آبار علي للمتجه إلى مكة، نعم، بعد ميقات آبار علي، نعم، للمتجه إلى مكة يوجد لوحة محاذاة الميقات قرب رابغ، هل للمعتمر تجاوز الأول والإحرام عند محاذاة الثاني؟ لا، إذا كان قادما من المدينة ويريد العمرة لا بد أن يحرم من ميقات المدينة،
ميقات هذه المدينة بالعمرة، وليس له أن يؤخر الإحرام إلى رافع. نعم. يقول هل ميقات أبار حتى علي حتى ولو كان جاء من الرياض أو جاء من السودان أو مصر وأراد زيارة المسجد النبوي، فإنه بعد الزيارة يحرم من ميقات هذه المدينة، كل حكم هذه المدينة. نعم. ويقول هل ميقات أبار علي أشرف المواقيت وأفضلها؟ المواقيت محددة حد زمنية، ما أذكر شيء أنها أشرف المواقيت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحرم قال أتاني أعتم ربي، فقال صلي في هذا المبارك وقل عمرة في حجة، سماها الوادي المبارك، الوادي المبارك من هذه الجهة. نعم نعم نعم. انتهت الأسئلة. نعم نعم. في أحد السؤال؟ تفضل. يقول السائل قوله تعالى إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، هذا يقول بعض الناس إن من كلام إنه من كلام الملك وليس من كلام الله. ها إنه إيش؟ يقول في الآية إن كيدكن عظيم، هذا بكلام الله، القرآن كله كلام الله، القرآن كله كلام الله، القرآن كلام الله يحكي كلامهم كلام النساء، قال إنه من كلام، قال إنه كيدكن إن كيدكن عظيم.